زميلنا الصحفي الكبير محمد الجزار من اسبانيا عبر الهاتف، كان موجود في الكلاسيكو. محمد صباح الخير، مشرف ومنور. صباح النور عليك كريم، تحياتي ليك وكل المشاهدين الكرام، ومبروك لجمهور برشلونه وهارد لك لجمهور ريال مدريد. لا الاول سيبني احسدك شويه، حاضر الكلاسيكو فدي لوحدها فيها حسد كتير يعني، يا بختك استمتعت اكيد. امسك الخشب. طبعا لا توصل بالسلامه. توصل بالسلامه ان شاء الله. حضور الكلاسيكو بالنتيجه دي 4-0 وعلى السانتياجو برنابيو في احتفاليه ريال مدريد عامل قميص تيشيرت مخصوص عشان احتفالات 120 سنه للمباراه دي، يخسر بالاربعه على ارض وسط جمهوره، واحصائيات المباراه كمان يا كريم لما الشوط على المرمى 10 تسديدات لبرشلونه مقابل 4 لريال مدريد بس على مدار 90 دقيقه، مباراه كارثيه لانشيلوتي بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. والمفاجاه ان في كلام دلوقتي سمعناه من بعض الزملاء الاعلاميين الصحفيين الاسبانيين، قالوا ان انطرح بقوه ممكن النهارده يكون اخر يوم لانشيلوتي في ريال مدريد وتتم اقالته بعد هذه المباراه. هل ده خبر صحيح او خبر ممكن متسرع شويه؟ اعتقد ان الصوره هتتضح بشكل اكبر خلال الساعات القادمه. لكن بص انا هقول لك حاجه في رايي، انا ما اظنش ان ده هيحصل لسببين. اول سبب، مشوار ريال مدريد الجيد في دوري ابطال اوروبا، ولسه يعني عمل اقصاء رائع جدا لباريس سان جيرمان. حتى هذه اللحظه ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني، غالبا هو اللي هيفوز بالدوري الاسباني. فاعتقد هي النتيجه النهارده سيئه للغايه، بس مش هتؤدي لرحيل انشيلوتي، ده توقع برضه. ما انا عشان كده انا بقول لك برضه الخبر مش على لساني او على ذمتي، ده بعض الصحفيين الاسبان اللي بيقولوا ان لهم يا جماعه الموضوع مش للدرجه دي، فجاه كده تهد المعبد بعد الخساره باربعه في مباراه، وانت زي ما انت قلت كريم متصدر الدوري وعندك مباراه مهمه في الشامبيونز ليج. فطبعا انت عارف الاسبان شويه احيانا الاعلام الاسباني بيضخم الامور، لكن الحقيقه الخساره قاسيه جدا، المدريديين كلهم طالعين غاضبين طالعين مستائين، حاسين الفريق ما لعبش اي كره، وكمان انشيلوتي ما قدرش المباراه بشكل صحيح، لان انشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل بدايه المباراه وصل احساس للناس لا ما تلوش كريم بنزيما، احنا هنريحه عشان مباراه تشيلسي وعندنا اللعيبه اللي تعوض في الهجوم، لكنه نسي على الجانب الاخر انه يعزز الدفاع، تغييرات كتيره جدا، كارفخال شايفينه في اخر مباراتين بعيد عن مستواه ورغم كده مصر على وجوده، وحاجات كتيره جدا، تبديلات في مراكز اللاعبين. ففي غضب كتير من انشيلوتي، والكل بيحمله مسؤوليه الخساره، لكن انا كمان شايف ان مفيش حد من لعيبه ريال مدريد جه المباراه النهارده. صح. المستر تشافي المستر تكتيك النهارده بيورينا معزوفه جميله من معزوفاته ايام لما كان لاعب في الملعب، وعاد لنا يعني سالوه حتى بعد المباراه هل سيناريو النهارده الفوز بالاربعه بيذكرنا بسيناريو الستة اتنين؟ قال اه فعلا السيناريو متشابه، واحنا كان ممكن كمان نفوز بالثمانيه. تشافي كريم تفوق دفاعيا وتفوق في وسط الملعب وتفوق هجوميا، ورد على كل الناس اللي قالت ان برشلونه ما عندوش مهاجمين وان برشلونه ما عندوش لعيبه تقدر تسجل اهداف وتترجم الفرص. ما عندوش مهاجمين مين بس؟ ده عنده اوباميانج وعنده ديباي وعنده ادامه تراوري وعنده بدري، وكل ده مش مكفيهم ولا ايه؟ لا كتير قوي. لا لا ما شاء الله، توهج واضح جدا. النهارده فوز بيدي ثقه وبيسهل فرصه شافي انه يشتغل خلال الفتره اللي جايه، ممكن كان يحتاج فتره 3 أو 4 شهور، النهارده بيختصر كل ده في مباراه واحده ومباراه الكلاسيكو، واعتقد انها هتدي ثقه كبيره جدا لكل الاطار الفني لكل اللعيبه ان برشلونه بدا يعود الى المسار الصحيح، عندهم مدرب تكتيكي على مستوى عالي بيعرف يهيئ اللعيبه بشكل كويس، بيعرف يوظفهم بالشكل الصحيح. فطبعا هنيئا لبرشلونه وجمهوره، فوز النهارده بيعني الكثير والكثير جدا لفريق البرسا. الزميل العزيز محمد الجزار الصحفي المصري من اسبانيا كان موجود في الكلاسيكو، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.